اهلا بيكم في المحاضره الجديده. المحاضره دي هنتكلم فيها عن الديناميك راوتينج بروتوكولز، وهنطبق باستخدام الاوس بي اف بروتوكول على نتورك معموله ببرنامج باكيت تريسر. بدايه، الراوتينج فانكشن من وظائف النتورك لاير، ونقدر نعمل راوتينج باستخدام طريقه من اتنين، يا اما بالستاتيك راوتينج او بالديناميك راوتينج. الستاتيك راوتينج بيحدد ازاي الراوتر هيعمل راوتينج او فوروردنج للترافيك من نتورك لنتورك تانية، ولكن الستاتيك راوتينج مناسب جدا للشبكات الصغيرة. لما الشبكات تبقى فيها اكتر من مسار وعدد الراوترز كبير، يبقى يفضل ان احنا نطبق دايناميك راوتينج بروتوكولز. نقدر نقسم الدايناميك راوتينج بروتوكولز لنوعين رئيسيين. اول نوع بيسموه اي جي بي بروتوكولز، اختصار انتراير جيت واي بروتوكولز، والنوع الثاني اللي اسمه اي جي بي او اكستراير جيت واي بروتوكولز. ايه الفرق الاساسي بين الاي جي بي والاي جي بي؟ عشان نعرف الفرق بين الاي جي بي بروتوكولز والاي جي بي بروتوكولز، لازم نفهم الاول معنى مصطلح اسمه اوتونوموس سيستم. الاوتونوموس سيستم بيتعرف على انه مجموعه من الاجهزه اللي ليها اداره واحده وبتطبق نفس الراوتينج استراتيجي. يعني على سبيل المثال، شركه تي اي داتا او شبكه شركه تي اي داتا ده تعتبر اوتونوموس سيستم. يعني معنى كده شبكه الانترنت عباره عن مجموعه من الاوتونوموس سيستمز اللي متوصله ببعضها، منها اوتونوموس سيستم موجود في مصر زي تي اي داتا، اوتونوموس سيستم برضو موجود في مصر زي شبكه الانترنت بتاعت فودافون او النتورك الخاصه بفودافون، وهكذا. نرجع نشوف الفرق بين الاي جي بي والاي جي بي بروتوكولز. الاي جي بي بروتوكولز هي الدايناميك راوتينج بروتوكولز اللي بتعمل راوتينج ما بين الاوتونوموس سيستمز وبعضها. يعني لو عندنا الاوتونوموس سيستم مثلا بتاع تي اي داتا والاوتونوموس سيستم او شبكه فودافون، علشان الترافيك يتوجه ما بين الشبكتين او الانترنت ترافيك ينتقل من شبكه للتانيه، لازم يكون متطبق على الراوترز اللي موصله الشبكتين دول ببعض بروتوكول من بروتوكولات الاي جي بي. اما داخل نفس الاوتونوموس سيستم، يعني مثلا داخل شبكه تي داتا، بنطبق بروتوكول من بروتوكولات الاي جي بي. يبقى انسايد ذا سيم اوتونوموس سيستم بيتم استخدام بروتوكول من بروتوكولات الاي جي بي، اما بتوين الديفرنت اوتونوموس سيستمز بنطبق بروتوكول من بروتوكولات الاي جي بي. اشهر مثال على بروتوكولات الاي جي بي بروتوكول اسمه بي جي بي او بوردر جيت واي بروتوكول. لو جينا للفئه الاولى او للنوع الاول من الديناميك راوتينج بروتوكولز اللي هو الاي جي بي، الاي جي بي بروتوكولز بينقسم بدوره لثلاث انواع من البروتوكولات. اول طائفه منهم اسمها ديستانس فيكتور بروتوكولز، ومثال عليها بروتوكول اسمه ريب بروتوكول او اي جي ار بي بروتوكول. الطائفة الثانية أو النوع الثاني من بروتوكولات الاي جي بي لينك ستيت بروتوكول، واللينك ستيت بروتوكول مثال عملي أو مثال تطبيقي عليه بروتوكول الاوس بي اف أو الاي اس اي اس. وثالث نوع من أنواع الاي جي بي اسمه هايبرد بروتوكولز أو ادفانسد ديستانس فيكتور. ومثال على ادفانسد ديستانس فيكتور بروتوكولز الاي اي جي ار بي او ريب فيرجن 2. والسؤال دلوقتي، ايه الفرق ما بين الديفرنت راوتينج بروتوكولز؟ علشان نعرف الفرق ما بين الراوتينج بروتوكولز المختلفه، لازم نعرف ان وظيفه الراوتينج بروتوكول بصفه عامه هي اختيار افضل مسار ما بين السورس والديستنيشن، وفي اكتر من معيار بيتم استخدامهم من قبل الراوتينج بروتوكولز عشان نختار افضل مسار. اول معيار ممكن يتم استخدامه هو الهوب كاونت، وتعريفه عدد الراوترز الموجوده في المسار. وكل ما كان عدد الراوترز اللي في المسار من السورس للديستنيشن اقل،
كل ما كان المسار افضل. المعيار التاني هو سرعه نقل الداتا في المسار، او ممكن نسميها الباندويث الخاصه بالمسار دوت. كل ما السرعه زادت كل ما المسار ده بقى افضل. الديلي المعيار الثالث من معايير اختيار افضل مسار، وكل ما المسار الديلي فيه او التاخير فيه بقى اقل يبقى المسار افضل. كل ما كان اللود على المسار اقل كل ما كان المسار افضل. الريليابيليتي بتحدد عندنا ان المسار ده مستقر ولا لا، في لوسز كتيره ولا لا. فكل ما المسار الريليابيليتي بتاعته كانت كبيره كل ما المسار دوت بقى معياره افضل كبيست باص كافضل مسار. الام تي يو اختصار ماكسيم ترانسميشن يونت بتعرف على انها اقصى سايز للديتا تقدر تمر من الانترفيس او المسار ده. كل ما كان الام تي يو كبيره كل ما كان المسار دوت بقى افضل. دي مجموعه المعايير اللي بيتم استخدامها من قبل الديفرنت راوتينج بروتوكولز لاختيار افضل مسار. كل راوتينج بروتوكول له معيار او اكتر بيتم استخدامه. على سبيل المثال الهوب كاونت متريك او المعيار الخاص بعدد الراوترز اللي في المسار بيتم استخدامه في بروتوكول الريب. يبقى لو شغلنا الريب بروتوكول على الراوترز يبقى الريب هيختار افضل مسار بناء على عدد الراوترز اللي في المسارات. مثال تاني الباندويث كرايتيريا او الباندويث متريك بيتم استخدامها في بروتوكول الاوس بي اف. يعني لو شغلنا راوتينج بروتوكول اللي اسمه اوس بي اف على الراوترز يبقى الاوس بي اف هيختار المسار الاسرع لان الباندويث بتاعته هتبقى اكبر. في بروتوكول تانية بتختار اكتر من معيار لتحديد انهي افضل مسار. على سبيل المثال بروتوكول الاي اي جي ار بي. الاي اي جي ار بي بروتوكول باي ديفولت بياخد معيارين في الحسبان، بياخد الباندويث وبياخد الديلي. فكل ما المسار بقى الديلي بتاعه اقل والباندويث بتاعه او السرعه بتاعته اكبر يبقى المسار دوت افضل من وجهه نظر الاي اي جي ار بي. بالتالي بناء على استخدامنا لراوتنج بروتوكول معين بيتم اختيار معيار معين لاختيار افضل مسار. وبالاضافه لان كل راوتنج بروتوكول بيكون له طريقه معينه او معيار معين لاختيار افضل مسار، فكمان لكل راوتنج بروتوكول في قيمه خاصه بيه اسمها ادمنستريتيف ديستانس. الادمنستريتيف ديستانس او الاي دي هو رقم بيشير لمصداقيه البروتوكول او مدى الموثوقيه في قرار البروتوكول دوت. الريب بروتوكول على سبيل المثال قيمه الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 120. الاوس بي اف بروتوكول قيمه الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 110. الاي اي جي ار بي بروتوكول قيمه الاي دي بتاعته ب 90. كل ما قيمة الـ AD قلت كل ما مصداقية البروتوكول أو ممكن نقول كفاءة البروتوكول دوت في اختيار أفضل مسار زادت. بالتالي يفضل استخدام البروتوكول اللي الـ Administrative Distance بتاعته أقل. ناخد تطبيق على الـ Dynamic Routing بروتوكول وهو بروتوكول لوس بي اف. بروتوكول لوس بي اف بيشتغل على الراوترز وبيستخدم الباندويث متريك عشان يحدد افضل مسار ما بين السورس والديستنيشن. في بدايه تشغيل الاوس بي اف على الراوترز الاوس بي اف بيتبادلوا رسائل اسمها هالو مسجز، ورسائل الهالو مسجز ديت بتكون علاقه اسمها نيبر ريليشن شيب او علاقات جيره ما بين الراوترز وبعضها. يعني الراوترز بيتعرفوا على بعض وعلى خصائص الراوترز او خصائص الراوتنج بروتوكولز باستخدام
الهالو مسج او بتبادل الهالو مسج بينهم وبين بعضهم. بعد مرحلة تبادل الهالو مسجز الراوترز بتبعت لبعضها رسالة اسمها LSA message. ال LSA message بتحتوي على معلومات على الانترفيسز المختلفة الموجودة في الراوترز زي ال IP address, الماسك, الباندويث او الانترفيس ريت. كل دي معلومات موجودة في رسائل ال LSA. نتيجة تبادل ال LSA messages ما بين الراوترز وبعضهم بتتكون قاعدة بيانات موجودة في كل الراوترز عن جميع بيانات الانترفيسز الموجودة في الراوترز. بعد تكوين قاعدة البيانات بيتم استنتاج منها الراوتينج تيبل اللي بيكون بعد كده موجود في كل الراوترز واللي موجود فيه افضل مسار ما بين النتوركس المختلفة الموجودة في الشبكة بتاعتنا. بيتم عملية استنتاج أفضل المسارات باستخدام ألجوريثم موجود داخل الـ OSPF بروتوكول. اسم الألجوريثم ده SPF ألجوريثم أو تشكسترا ألجوريثم. الراوتينج بروتوكول بيكون موجود فيه أفضل مسار لكل نتورك عشان نبعت عليه الترافيك ما بين الراوتر وما بين الديستنيشن نتورك. ولو حصل أي تغيير في أي نتورك على سبيل المثال لو في انترفيس بقى داون مثلا او راوتر فيه مشكلة في الحالة دي بيتم تبادل ابديت مسجز ما بين الراوترز وبعضها علشان تقوم بعد كده بتعديل الراوتينج تيبل عشان يعكس التغيير اللي حصل في النتورك ويتم اختيار افضل مسارات في الوضع الجديد. خلينا نطبق مع بعض الـ OSPF بروتوكول على نتورك باستخدام برنامج الباكت تريسر. النتورك اللي قدامنا متكونة من 3 راوترز و 2 اند نتوركس. شبكة فيها جهاز والنتورك اي دي بتاعت الشبكة دي 10.0.0.8 والشبكة التانية فيها برضو جهاز واحد والنتورك اي دي 13.0.0.8. علشان نشغل الـ OSPF بروتوكول على النتورك لازم في البداية نكون خلصنا عملية وضع الـ IP addresses على كل الانترفيسز الموجودة في النتورك بداية من أجهزة الكمبيوتر لغاية كل الانترفيسز الموجودة على الراوترز. هنبدأ نحط الـ IP addresses زي ما تعلمنا في السيشنز الماضية ونعمل نو شت داون للانترفيسز عشان تبقى حالة كل الانترفيسز أب. كده وضعنا الـ IP addresses على الأجهزة المختلفة عندنا في النتورك. لو جينا على أول راوتر وعملنا show IP root هنلاقي الراوتينج تيبل عندنا متكون من سطرين بس اللي هي الدايركت كونكتد نتوركس الشبكات المتوصلة بصورة مباشرة زي الشبكة 10 في المثال بتاعنا والشبكة 11.0.0.0. نفس الكلام هنشوفه في كل الراوترز. علشان نشغل الـ OSPF بروتوكول على الراوترز بنعمل مجموعة من الأوامر على كل الراوترز. الأول ندخل على الكونفيجوريشن تيرمينال مود بأمر conf t وبعدها نعمل أمر router OSPF وقيمة اسمها process id اللي هو رقم برنامج OSPF على router وليكن القيمة ديت 100. كده هدخل على الراوتر مود أو OSPF مود. بعديها هكتب النتورك id الخاص بالدايركت كونكتد نتورك اللي في المثال بتاعنا دلوقتي شبكة 10 فهكتب أمر network 10.0.0.0 وأقلب الماسك بتاعنا. مقلوب الماسك اسمه wild card mask. في الحالة بتاعتنا الماسك بتاعنا 255.0.0.0 فمقلوبه يبقى 0.255.255.255. وبعدها بكتب أمر area 0 واريا زيرو بتشير ان النتورك بتاعتنا كلها متكونة من اريا واحدة. في حالة لو عدد الراوترز في نتورك كبير من المفضل ان احنا نقسم النتورك دي لمجموعة من الارياز ولكن في المثال بتاعنا
بنفترض ان الشبكه بتاعتنا مكونه من اريا واحده بس رقمها زيرو. الامر الثاني عندنا هو امر نتورك، والشبكه الثانيه اللي عندنا اللي متوصله مباشره بالراوتر 11 0 0 0 ومقلوب الماسك 0 255 255 255 اريا 0. هتكرر الاوامر دي مع اختلاف النتورك اي ديز في كل الراوترز عندنا. يعني هاجي في الراوتر الثاني سي ال اي واعمل راوتر او اس بي اف 100 نتورك 11 0 0 0 ادي اول شبكه اريا 0. والسطر الثاني الشبكه الثانيه متوصل بيها الراوتر شبكه 12. كده انا خلصت الراوتر الثاني. الراوتر الثالث عندنا متوصل بشبكتين كونف تي الاول، وبعدين اشغل الاو اس بي اف بروتوكول راوتر او اس بي اف 100. مش لازم 100 تكون ثابته في كل الراوترز، ممكن قيمتها تتغير. وبعد كده امر نتورك او نت كفايه، واول شبكه 12 0 0 0 الماسك 0 255 255 255 اريا 0. والسطر الثالث تاني عندنا هيبقى 13. كده انتهينا من الكونفيجوريشن للبروتوكول الخاص بالراوتنج واللي هو الاوس بي اف. لو عايزين نتاكد ان فعلا الاوس بي اف كون عندي الراوتنج تيبل، اعمل امر شو اي بي روت. امر شو اي بي روت بيتعمل طبعا من انيبل مود، فهعمل اكزيت الاول وبعدين شو اي بي روت. هلاقي بقى عندي اربع سطور في الراوتنج تيبل، سطرين منهم بيشاوروا على الشبكات المتوصلة بصورة مباشرة، وشبكتين منهم أولهم الحرف O، والحرف O معناه عندنا OSPF، بمعنى أن السطر ده اللي كتبهولي أو جابه في الراوتر هو بروتوكول الـ OSPF، والسطرين اللي جابهم الـ OSPF هي الشبكات الـ Not Direct Connected أو اللي مش متوصلة بصورة مباشرة بالراوتر، اللي هي الشبكة 10 والشبكة 11. وبنفس الكيفية لو جينا على الراوتر الاولاني او الراوتر اللي في النص وعملنا exit exit وبعدين show ip root، هلاقي بقى عندي اربع سطور موجودة في الراوتنج تيبل، اتنين دايركت كونكتد واتنين نوت دايركت كونكتد نتوركس، واللي جم عن طريق بروتوكول الـ OSPF. نفهم من الراوتنج تيبل ان عشان الراوتر يودي ترافيك للنتورك 12.0.0.0 هيبعت الترافيك ده من خلال الانترفيس اللي الاي بي بتاعه 11.0.0.2. لو عايز يوصل ترافيك ل 13.0.0.0 هيبعت لي الاي بي ادرس 11.0.0.2 اللي هنوصل له عن طريق انترفيس فاست ايثرنت 0/1. ولو عايز اتاكد ان البينج شغال من اول السورس للديستنيشن، يعني الراوترز بتعمل راوتنج للترافيك من اول بي سي 0 لغايه بي سي 1، هاجي على اول راوتر واعمل امر بينج واللاست اي بي ادرس اللي في النتورك اللي هو 13.0.0.2. ممكن اول باكت تقع او اول اتنين باكت يقعوا، وبعد كده هيبقى فيه ريبلاي مباشره زي ما هو واضح قدامنا في الشكل. لو عملت بينج المره الثانيه الاقي من اول مره على طول في ريبلاي من الديستنيشن. بكده يبقى عملنا كونفيجوريشن للاوس بي اف بروتوكول على الثلاثة راوترز الموجودين في النتورك بتاعتنا. ما ننساش نيجي على كل راوتر ونعمل سيف للكونفيجوريشن بامر رايت، علشان لو طفينا السيميوليتور الكونفيجوريشن اللي عملناها ما تضيعش. اتمنى يكون الجزء مفيد لحضراتكم، واراكم باذن الله في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.